السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم وأيامنا الحلوة حكاية وأحلى حكاية. واليوم عندنا حكاية من الحكايات الجميلة في أيامنا الحلوة. ويا خبر بفلوس بعد شوية حيصير ببلاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك. اليوم عندنا الكتاب والكتاتيب، وهذا أحد طلبة الكتاتيب اللي قاعد ماسك اللوح وبيقرأ. طبعا كانوا بيدرسونا في ألواح من الزمن القديم، ألواح خشبية، ونجلس على الحنبل ويدرسونا. والكتاتيب في جميع الدول العربية، وعندنا في جدة مجموعة كتاتيب، من ضمنها كتاب الشيخ علي هلال رحمة الله عليه في حارة الشام جوار مسجد الباشا، وعمل برضو في غرفة في منزله يدرسنا القرآن. فكانوا الأهالي يودوا أولادهم في الصيفية الكتاتيب عشان يتعلموا بدل ينفلتوا في الشوارع. كان برضو الأستاذ محمد الصنعاني في مسجد الباشا رحمة الله عليهم أجمعين، والأستاذ حسن حبيب في مسجد الحنفي. طيب، والمستر كان بيته بجوار المسجد الحنفي وخلفه بيت باناجا. فمجموعة كتاتيب الأستاذ حسن عطية ومحمد عطية وعبد القادر عطية رحمة الله عليهم أجمعين كانوا يدرسونا يعلمونا. فطبعا الكتاتيب هذه تنتشر بالذات في الصيفية، نقعد ندرس القرآن ولا يعلمونا كل شيء. فهذه الكتاتيب والكتاب اليوم هي حلقتنا. وصلى على الحبيب قلبك يطيب وأيامنا الحلوة حكاية وأحلى حكاية. السلام عليكم.